ثلاث صبايا ما حدا بيحسدن على يلي عم بيقطعوا فيه بهاللحظات. ثلاث صبايا حلمن كبير، لكن صبية منن رح ترجع على الأكاديمية بفضل تصويت الجمهور، وصبية بفضل تصويت أصدقائها بالأكاديمية. لكن في صبية للأسف رح تغدرنا الليلة. التشجيع بهاللحظات فقط لرفع المعنويات، لأنه الجمهور قال كلمته وصوت ورجع وحدة من الصبايا بس. مين برأيكم مشاهدينا حصل على أعلى نسبة من التصويت؟ سكينة من المغرب؟ أو فاتن من البحرين؟ أو حنان من المغرب؟ مين رح ينال فرصة تانية؟ ولمين رح تكون هاللحظة هي اللحظة الأخيرة؟ الجمهور بالمسرح ناطر على أعصابه، وأنا متأكدة إنه المشاهدين ببيوتكم كمان ناطرين، وبقية الطلاب كمان ناطرين يعرفوا مين رح يودعوا الليلة ومين رح يرجع معهم على الأكاديمية. الكل ناطر، بس يلي عم بيعيشوه بهاللحظات سكينة وفاتن وحنان ما حدا عم يشعر فيه. لحظات صعبة، وهيدا شيء طبيعي لأنه مش من السهل يوقف الحلم هون. Good luck صبايا، ثلاثتكن نتمنى تبقوا معنا. أعلى نسبة من التصويت بتروح ل الأعصاب مشدودة. رح تطلع النتيجة بين لحظة والتانية على الشاشة ورح ترتاحوا. Good luck إذن لإلكن ثلاثتكن. لمين صوت الجمهور ومين رح يرجع يكمل المشوار مع بقية زملائه بالأكاديمية؟ النتيجة عم تطلع. وترجع تنضم للشباب والصبايا. ارتاحت حنان، بيبقى معنا سكينة وفاتن، وبنبدأ مع تصويت الطلاب. مين رح يخلصوا الطلاب؟ مع مين بدنا نبدأ؟ مع مرتضى، تفضل. الصبايا بليز ابدلوا الوقفة. اوكي ثانك يو. تفضل مرتضى. أكيد سكينة أحبها كثير، لكن أختار فاتن. إذن أول نجمة لفاتن. علي؟ بحبك سكينة بس فاتن. نجمتين لفاتن. نجمتين لفاتن. هايدي؟ فاتن، أنا متوقعة إن شاء الله أنت هتعملي حاجة كبيرة بعد ستار أكاديمي، بس أنا أختار سكينة. نجمة لسكينة، نجمتين لفاتن. تفضلي دينا. فاتن معلش ما تزعليش مني، بس سكينة. نجمتين لسكينة ونجمتين لفاتن. شنطان. حبكم اثنيناتكم بس فاتن. ثلاث نجوم لفاتن، نجمتين لسكينة. ما بال فاتن، تعرفيني قد بحبك بس حختار سكينة. متعادلين الصبايا لهلا ثلاثة بثلاثة. تفضل محمد سعد. سكينة. أربع نجوم لسكينة. تفضل مروان. فاتن. كمان أربعة بأربعة. تفضل محمد عباس. سكينة. خمس نجوم لسكينة، أربعة لفاتن. نسيم. فاتن أنت خديت فرصتك قبل سكينة. ست نجوم لسكينة وأربعة لفاتن. أنيس تفضل. مغرب والجزائر خاوة. سكينة. فاتن I love you. سكينة. سبع نجوم إذن لسكينة. تفضلي سهيلة. أكيد أكيد إخواننا المغاربة سكينة.
8 نجوم لسكينة، 4 لفاتن. تفضل رفايال. سوكا سوكا سكينة. إيهاب. فاتن بحبك بس سكينة. ما هالنتيجة مشاهدينا؟ منودع فاتن الليلة وسكينة بترجع تنضم للشباب والصبايا.